معاك في اقل من 5 دقائق بعنوانين، وطبعا كان الخبرين دول النهارده صباحا صدروا لكل وسائل الاعلام. اولا الكاف خلاص خد قرار رسمي واعلنوا على صفحته الرسميه وعلى الموقع الرسمي التاجيل لاجل غير مسمى للاحداث الافريقيه اللي جايه، دوري الابطال الكونفدراليه، وكانت في بعض الاجنده المتعلقه بكاس الافريقيه او كاس الاحداث المتعلقه ببطوله السيدات. طيب احنا طبعا الكلام ده قلنا هنا المره اللي فاتت لما قلنا ان الاتحاد الافريقي مصر، قلنا ما فيش الكلام ده كله، لكن على ارض الواقع الاتحاد المغربي دايما سباها، هو اول واحد اعلن قبل ما يتكتب رسمي القصه دي، قال لك ما فيش خلاص وكله اتاجل لاجل غير مسمى، وده احنا كنا متوقعينه.